انا يا السيده اللي وقع لي هذاك المشكل ديال التصميم اللي دارته هذيك العصابه اللي كاينه في جامعه ايت سعيد، كيخططوا لينا من الديبارخ باش نخرجوا حنايا من هذيك البلاد باي وجه كان باغي يصفيونا ويخرجونا من تما. جاوباتكم صح؟ قالت لي لا، راه قالوا لي راه ما نقدرش، قالوا لي الا ما درتيش هاد الا ما فضيتيش مع هاد الناس راه غادي نحيدوا لك راسك ونحطوا لك حدا رجليك. غيزيرت هادي كونت على الحد في العشيه فاش كنجيبها كتجيب الصاك ديالها فيه واحد الميكا في داك السم، كاين فيه داك السم مطحون، هي كتقول لنا السم مطحون ما عارفاش اشنو فيه، حيت حنا سولناها كتقول لنا فيه الشعر ديال الخنزير وفيه الفاسخ الكحل وفيه هادوك السموم ديال الضفدع، هادوك السموم اللي كيتجمعوا من الغابه. باش يجيني غصبني واحد في حياتي كامله، وحياتي كامله دمروها لينا انا ولا الزوجه ديالي ولا العائله، كلشي الناس راه تقارير طبيه راه كتبين لكلشي. حطتهم لينا كاملين، قالت لنا هذا سميتو تيليتيل خدام في الجامعه، هذا سميتو تيليتيل اللي كيجيب لي السم من الجامعه، واحد من ولاد خوها داك اللي كاين في المجلس الاقليمي، واحد وخوه واحد اللي كاين في لومبيزونسي، والطبقه اللي كاينه في الجامعه كتقول لنا هي اللي كيقادوا هما اللي كيقادوا هذاك السم بالاوامر ديال رئيس الجامعه ونائب المجلس الاقليمي. ومشي داني هذاك الوسيط قال لي راه كيحاولوا يقتلوكم، داك اللي جاب لي التسجيلات قال لي راه يحاولوا يقتلوكم، راه مشاو تفاوضوا مع واحد القتال محترف. انا جاتني مفاجاه ديك الساعه في ديك اللحظه، من تما كاين قلت لي يلا نمشوا انا وياك. اكتشفت تما الكبرى اللي التسجيلات الصوتيه بكل شيء، والمحاضر كتوضح كل شيء، والتسجيلات الصوتيه ديال رئيس الجامعه. المهم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم ديالي البارة لطيفة. انا يا السيده اللي وقع لي هذاك المشكل ديال التصميم اللي دارتو هذيك العصابه اللي كاينه في جامعه ايت سعيد. الغبوله كيفاش نشرح لكم، يعني من لاني باسي ديجا من 2020 هاد السيده، انا ديجا كنت كنقلب على خدامه تكون شويه بليز اجي باش تفهم ليا مع الوالده عندي. الوغ فينالمون هاد السيده دخلت عندي للدار، فدخلوها ليا للدار باستراتيجيه ولا فاسون ديالهم باش دخلوها عندي للدار. ملي دخلت هاد السيده اصلا كانت داخله في مهمه، هي كانت داخله في مهمه باش تقتلنا وباش تسممنا باش تفضي معانا. هذه هي المهمه اللي كانوا دايرين معاها من النهار الاول قبل ما يدخلوها للدار عندي. علاش كنقول لكم هاد الهضره؟ لان ملي حنا اكتشفنا راسنا مرض، وملي دخلت عندنا للدار كيلكو جوغ اكتشفنا بان راسنا كان عندنا الفوميسمو وكل شيء مريض في الدار. بنت اختي صغيره عندها 5 سنين حتى هي مريضه في الدار، حتى هي ما خلاتهاش ان بتيت في دو 5 ans فو روندي كونط. وسي والوالده عندي اللي عندها 90 سنه وسي. علاش كنقول لكم هاد الهضره؟ لان حنا فاش اكتشفنا ومرضنا كاملين درت لها التسجيل في الدار. الوغ فوالا درنا لها التسجيل انا والزوج ديالي، اللي خدا واحد الوقت تقريبا ديال انسومين باش تاكدنا بان هاد السيده راه فوالا من جهتها منين جايين هاد الشيء كله. ابخي ملي جمعنا حنا دوك التسجيلات واجهنا السيده، اول حاجه درنا واجهناهم بها، عيطنا لسيدنا وحطينا التسجيلات كاملين، بقينا كنهضروا معاها كنقول لها فوالا شكون هو هذا وشكون هو هذا. حطتهم لينا كاملين، قالت لنا هذا سميتو تيليتيل خدام في الجامعه، هذا سميتو تيليتيل اللي كيجيب لي السم من الجامعه، واحد من ولاد خوه هذاك اللي كاين في المجلس الاقليمي، وواحد وخوه واحد اللي كاين في لومبيزونسي، والطبقه اللي كاينه في الجامعه كتقول لنا هي اللي كيقادوا هما اللي كيقادوا هذاك السم بالاوامر ديال رئيس الجامعه ونائب المجلس الاقليمي. هادشي راه كنحكي فيه من لاني باسي، وكنحكي فيه من الديبار نهار تعتقلت الخادمه، لان حنا هاد لي بروف كانوا عندنا من نهار قبل ما تعتقل الخادمه، باسكو درنا لها هذوك المجموعه ديال التسجيلات اللي واجهناها بهم، اللي هما مفرغين عند الضابطه القضائيه وسي ديال الدرك الملكي الحنشان. ابخي سا بيان سور، حنا هادشي اللي عندنا حنا كثير بزاف، لان هما هاد الناس هادو اللي كاينين في الجماعه مكونين عصابه، كيخططوا لينا من الديبارخ باش نخرجوا حنايا من هذيك البلاد باي وجه كان باغي يصفيونا ويخرجونا من تما. الوغ فينالمون هاد السيده اعترفت لنا في الدار ملي وقع هادشي كله، ملي اعترفت لنا بالتسجيلات واجهنا انا الزوج ديالي، قلت للزوج ديالي عيط للخدامه وسي
المعلميه اللي كانوا خدامين معنا، الناس اللي كانوا خدامين معنا، الجاردينيه اوسي، وعيطنا لاعوان السلطه باش يسمعوا. ابخي السيده بدات كتحكي لهم كل شيء، قالت لهم فوالا راه رئيس الجماعه وهذاك نائب الجيش الاقليمي هما اللي دايرين هذه الخطه باش يحيدوا سويسريا ويحيدوا كل شيء الناس اللي كيدخلوا عندهم الدار. المقدم بنفسه كيسولها كيقول لها وعلاش ما قلتيها ليهم وعلاش هذيك، جاوباتو كومسا. قالت ليه لا راه قالوا لي راه ما نقدرش، قالوا لي الا ما درتيش هاد الا ما فضيتيش مع هاد الناس راه غادي نحيدوا لك راسك ونحطوا لك حدا رجليك. علاش؟ لان انا كنديها دو جوغ تكون جي بار سيمين لدارها، كنديها السبت كتجلس السبت والحد، والحد في العشيه كنجيبها عندي للدار. غيزولتا دي كونت راه الحد في العشيه فاش كنجيبها كتجيب الصاك ديالها فيه واحد الميكا في داك السم، كاين فيها داك السم مطحون، هي كتقول لنا السم مطحون ما عرفاش اشنو فيه، حيت حنا سولناها كتقولنا فيه الشعر ديال الخنزير وفيه الفسخ الكحل وفيه هذوك السموم ديال الضفدع، هذوك السموم اللي كيتجمعوا من الغابه. مي فينالمون ملي جاتنا الخبره من الدرك الملكي معهد العلوم الدرك الملكي الغابه، هذاك الشيء اللي كانوا يهزوه فاش اعتقلوها، جمعوا هذاك الشيء اللي كاين في الثلاجه وداك الشيء اللي كطيب، داروا خبره تما الحمد لله. في لقينا بعدها باشواكلين بالضبط في كرشنا، ديجا انا عارفه من نهار درنا التحرير النهار الاول عارفه كاينه شي حاجه بلو غاف، وهذاك الشعر الخنزير والفاسوق الكحال وهذوك السموم كامله اللي كانوا كيدير، يعني هما كانوا كيكومبليتي وكل واحد كيجيب شويه. واحد ولد خالها اللي محكوم ب 20 سنه حتى هو كيجيب واحد لابارتي من الغابه وسي باش يكومبليتي وديك الخلطه السامه اللي كيدير. الوغ باش نقول لكم انا اللي ضرني في هذا الشيء هما الخروقات اللي داروا لنا في هذا الملف. داروا واحد الخروقات اللي هما خطيره، اللي كنطفر حنا على ادله، ما كنهضروش غير هكا بفراغ، كنطفروا على ادله قاطعه على هاد الخروقات اللي داروا. هما اللي خلونا هذوك الخروقات هما اللي خلونا تعبنا وخلونا نجريو هنا، يعني حسينا راسنا بحال دارونا في واحد الدوامه، واحد الدوامه، وبقاو كل بيرسون كيلعب بينا حنا كيف ما بغى. فوالا نقول لكم سانسيغمون لا فيغيتي. الوغ ملي اكتشفنا حنا هذا الشيء ابخي الحمد لله درنا شكايه، الامور دابا سايره غاديه في التحقيق، وكنتسناو ان شاء الله السيد قاضي التحقيق اللي كيروج عنده الملف اكتويلمون. السلام عليكم. اول حاجه كنبغي نشكر الموقع ديال اش وقع، وكنشكر المتتبعين ديالو اللي طرقوا لهذا الموضوع اللي كيعود موضوع راي عام وكيمسنا حنا بزاف، لاننا تكرفسنا بزاف، لان راه صعيب بزاف انك تعيش واحد من 2001 ما 2020 ديال شهر 9 حتى دابا، ما من الدوايات ما من هاد الخروقات اللي داروا، ولينا كنلقاو مع حنا ما كنعموش كل شيء في النزاهه ديال القضاء ولا الناس مسؤولين، كاينين الناس شرفاء، وحنا الحق ديالنا راه ما غاديش نازلوا عليه الا ما خديناش تردوا علينا الطره. هذه راه حنا دايرينها لان ربي اللي كشفهم، وما غاديش نتنازلوا على حقنا، لان الانسان اي واحد راه كيخدم على صحته، راه الصحه هي كل شيء. باش يجي انا يغصبني واحد في حياتي كامله، حياتي كامله دمروها لينا انا ولا الزوجه ديالي ولا العائله، كلشي الناس راه تقارير طبيه راه كتبين لكلشي. حنا انا واحد النقطه اللي غادي نطرق ليها واللي كطرح ليا واحد علامه استفهام كبيره بزاف، الناس اللي بغيناهم يعطونا حقنا، بحال دابا حنا نمشيو للملف الاول ديال الناس اللي الخادمه وهذوك الجوج اللي داك الشاوش اللي خدام في القياده، ولا داك اللي خدام في الحاله المدنيه، ولا والخال هاد الخادمه اللي كيجيب واحد لابارتي ديال العشب. هاد الناس تحكمت الخادمه في السينافيا ب 25 سنه، وهذوك الاخرين اللي كانوا محكومين في ابتدائيه اللي كانت كطرح واحد علامه استفهام بزاف، وعلى علاش تحكموا ب 3 سنين. حنا عارفين بان هاد الناس راه عندهم نفوذ، ولكن تنصفنا كما كنقولوا كاينين الناس شرفاء ونزهاء، تنصفنا في الحكم السنافي اللي تحكم هذوك الناس اللي كيوجدوا لي هذيك الماده، حتى هما راه عارفيننا غنموتوا تدريجيا. هاد السيده
هذه الخادمه اللي انا دخلت عندنا في واحد هي خدمت عندنا شهرين ونص ما كتعرفناش هي النهار كتجي كتخدم عندنا. يعني حنايا طرحت لنا واحد علامه استفهام في هذيك اللحظه، درنا تسجيلات، عرفنا مع شكون اللي كيهضر معها، شكون اللي كيعطيها الاوامر. من بعد فاش واجهنا بدوك التسجيلات اعترفت لنا بهم كاملين، وقالت لنا بان هذاك اللي في الشوش في القياده بانه هو اللي كيجيب الخلطه من عندهم من الجماعه، واللي كيقاد هذاك اللي خدام في الامبيلونس، وذاك اللي خدام في الحاله المدنيه اللي كيعود خوه، وهادو ابناء نائب مجلس اقليمي اللي كان قبل ابناء خوه ولاد خوه اللي كاينين. بحال نجيو نشوفو نمشيو للملف ديال رئيس الجماعه، رئيس الجماعه السابق ومن معه. هاد الناس اللي اعترفت بهم الخادمه، اعترفت بهم عند الدرك الملكي، اعترفت بهم عند السيد وكيل العام اللي كان قبل ماشي الحالي، اعترفت بهم عند قاضي تحقيق اللي شد هاد الملف، الملف ديال رئيس الجامعه ونائب المجلس الاقليمي، اعترفت بهم باللسان ديالها قدام، وقالت لي قال لها منين بتجيك الفلوس، قالت لهم عند رئيس الجامعه ومعند عم هادو، هادوك الجوج اللي خدام في عمهم اللي خدام في المجلس الاقليمي، هادو هما اللي غيخلصوني بغا يعطوني بحدها هي غيعطوها 2 مليون. وسولوا على الاخرين، قالت لهم بانهم هاد الجوج اخرين راه عمهم اللي غيتكلف بهم، والاخرين غيتكلف بهم، هما اللي غيتكلفوا بهم. المهم هي المهمه ديالها خصي ديرها بجوج المليون باش تقتلنا حنايا. وحنا عندنا معطيات اخرى اللي كانوا كيديروها قبل ما تدخل عندنا هاد الخادمه. المشكل حنا العلامه الاستفهام اللي طرحت لينا هي ان هاد الناس في هاد المدة كاملة هما تعتقلوا في شهر تسعود 2020، في 14 شهر تسعود 2020 رئيس الجماعة ما تقدموش عند السيد وكيل العام، حتى كانوا بينفذوا الجريمة ديال القتل ديالهم فينا حنايا. خليو لكم الملفات. هي الجريمة اللي كانوا غينفذوا هما، اللي كانوا غينفذوا العلامة الاستفهام اللي كطرح لينا نهار حنا مشينا درنا شكاية بأن هاد الناس راه كيخطوا لينا باغيين يقتلونا. مشاو قلبوا على واحد اللي أنا غامرت براسي، ومشيت داني هذاك الوسيط قال لي راه كيحاولوا يقتلوكم، داك اللي جاب لي التسجيلات قال لي راه يحاولوا يقتلوكم، راه مشاو تفاوضوا مع واحد القتال محترف. أنا جاتني مفاجأة ديك الساعة في ديك اللحظة، من تما كين قلت لي يلاه نمشيو أنا وياك نشوف واش هاد الهضره ديالك صحيحه ولا لا. وفعلا مشيت وتكتشفت اكتشفت الطامه الكبرى اللي بالتسجيلات الصوتيه بكل شيء، والمحاضر كتوضح كل شيء، والتسجيلات الصوتيه ديال رئيس الجماعه. المهم هاد الملف باش الجوهر الموضوع، هاد الملف نهار تقدم نهار مشينا حنا درنا الشكايه عند وكيل الملك هنايا في الصويره، عيطوا لنا ديال المركز القضائي للدرك الملكي باننا غادي عندنا التقديم مع رئيس الجماعه على خلفيه هذا الملف ديال التسميم، ماشي على ديال محاولات القتل، الجريمه الثانيه اللي بيرتكبوا اللي ما عمرهم تقدموا على 8 شهور. المشكل هو قلت لك واحد في شهر 5 نادو تقدموا هذا رئيس الجماعه اللي ما تقدمش في المشكل ديال التسميم، ما تقدمش فيه من شهر 9 اللي كان خصو يتقدم لان الخادمه اعترفت به. المشكل هو ان هذا الملف ديال محاوله القتل كان تفاجئوا بانه كتعطاه واحد المسطره بانه راه جنحه. حنا ما ندخلوش في القرارات، ولكن هذا الشيء راه كما كنقولوا هذا الشيء وضح لنا في هذه الساعه علاش وقعوا هذه الخروقات، ووضحوا لنا عندنا ادله علاش وقع هذا الشيء، لان الملفات غيصدقوا معتقلين، لان تعتقل كيطيح هذا الملف ديال محاولة القتل اللي كانوا غادي يديروا لنا، تعتقلوا على الخلفيه ديال التسميم، الاعترافات ديال الخادمه فاش اعترفت بهم، وداز عند السيد عند وكيل العام اللي كان قبل، اعتقلهم السيد قاضي التحقيق 50 يوم. وتما كاين داروا شي خروقات، تصور باننا حنا كاينين هذا الملف ديال محاوله القتل حولوا لنا الكيروج في الصويره، حولوا للصويره بقينا محكمه ابتدائيه من اجل محاوله النصب والابتزاز ومحاوله تزوير الوثائق، والملف كامل كيدور على محاوله القتل، وكل شيء الادله راه كاينين، والتضارب ديال الاقوال ديالهم كل شيء اللي كاين. المهم تحكم
تحكم في المحكمة الابتدائية بصويرة بعدم الاختصاص، لأن السيد القاضي اقتنع والأدلة اللي كاينة عنده بأنها راه محاولة القتل، وكذلك أكدته الهيئة المتنقلة اللي جات السناف ديال الأسفي اللي تهي أيدات القرار ديال القاضي ديال الحكم الابتدائي. ودابا راه كيرجع هذا الملف ديال محاولة القتل عند القاضي تحقيق التحقيق أسفي. اللي حنا المشكل اللي عندنا هو في هذا، لأن هذا الملف ما تخداش بعين الاعتبار، والملفات كاملين فرقوهم لنا. الملف واحد جرم واحد، الملفات كلهم مفرقين، لأن هذا الملف ديال رئيس الجامعة، لأن كاينين عندنا تسجيلات صوتية ديالو اللي ما تخداوش بعين الاعتبار عن سيد قاضي تحقيق، واللي كيهضر فيهم على التسميم وكيهضر على بزاف ديال الحوايج وما تخداوش بعين الاعتبار. تقتصر هذاك الشيء على واحد، تقتصر على الاعترافات ديال الخادمة، وما بغاش ياخذ عندنا هذوك الأدلة. احنا عطيناهم ليه وعطيناه الملف باش يقرا، لان باللسان ديال رئيس الجامعه كاينين شي تسجيلات اللي الا كان عندنا الحق راه غادي ندلو بهم الصحافه، لان شي حوايج اللي خطيرين. وحنا كنتمناو من هذا الشيء، من خلاصه القول ديال هذا الشيء كامل، كنتمناو وكنبغوا وكنناشدوا صاحب الجلاله بانه باش يتدخل في هذا الملف ديالنا. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.